تشرفت بتلقي هذه الدعوة إلى ملتقى الأدب المقاوم في الجزائر، والتحية للجزائر لأنها بلد مقاومة في الأصل، ما عرفناها إلا هكذا. هي لحظة أدبية تجسد روح الأمة، روح الموقف الشعبي الإنساني مما يجري في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة في هذا الوقت. وقد كانت القصائد التي استمعنا إليها كلها تبث روح المقاومة وتمجيد الشهادة والبطولة والأرض والإنسان، وتقدم، لا يستطيع الشعر أكثر من أن يقدم الكلمة، ولا على أن تكون صادقة وتكون باهية وتكون مشتعلة وشعلتها مستمرة على مدى طويل تقرأه الأجيال فيما بعد، فتجد فيها شيئا حقيقيا من ما كان يجري، من صدى ما يجري في أرضنا العربية. قصيدتي التي قدمتها فيها شيء من الرؤية حول القضية الفلسطينية بشكل عام، وفيها ما يقف بإجلال وإكبار وتقدير للشهداء ولفلسطين التي تقف متصدية ومقاومة لهذا الاحتلال الشرس، والذي يعني لا يتورع عن أن يكون لا إنسانيا في كل شيء، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية في سبيل أن يخمد هذه الدفقة الكبيرة من المقاومة. هذه الدفقة من المقاومة تركت أثرها الكبير جدا الذي لن ينمحي، ولو ظهر أي ما ظهر من خسائر على الأرض، ولكنها سجلت أن هذه المقاومة قادرة في كل لحظة أن تقوم بمثل ما قامت به.